أيمن محيوس واتحاد العاصمة أمام فرصة تسجيل الثالث في حدود الدقيقة في حدود الدقيقة 65 عبد المومن صفور زميل السابق في عرين مرمى أمل الأربعاء اتحاد العاصمة وأيمن محيوس هل يغير أم أنه يلعب أيمن محيوس؟ مش طريقة ما أروعه من هدف ما أجملها من طريقة أصر على طريقته وسجل أيمن محيوس على جورجينيو هدف ثالث لأيمن محيوس في مباراته اليوم هو الأول يتلقى الدعم والتشجيع من عبد الحق بشيقة أرفع التحدي وقال بأني سأواصل بنفس الطريقة فيكس الحرس في مكانه وما أراد أن يفعله في النهائي ثلاثية الاتحاد العاصمة لما تصلح هكذا تصلح ولما لا تصلح ما تصلح المهم ثلاثة مقابل صفر اتحاد العاصمة الكل تابع الكرة وتخوف من أنه حارس المرمى يردها هو